السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاتي مساء الخير. اليوم عندي فيديو لكم في مدينة بوسعداء. ربي قدرني إن شاء الله ونجيب لكم جديد. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار والناس المبتدئين في السياقة. ربي إن شاء الله يوفقكم خاوتي. نوصيكم دائما، أنا درت فيديو هذا على جل السياقة في البداية تاع الليل خوتي. هذه هي السياقة الصعيبة ما بين الليل والنهار. كيجي الإنسان راح يبدأ في الليل السوقة صعيبة. الناس كي اللي رانا عشان كي اللي ميشوش مليح الضوء نتاعك ذروك حتى وتشعر يعني الكود نتاعك ما تشوفش مليح، والفار تاعك راح تقيس به الناس. مال الإنسان يعني حاذر روحه على قد ما يقدر. يعني الوقت هذا خوتي راه صعيب من المغرب وحتى نفوت صلاة العشاء. يعني السياقة صعيبة ياسر، ويعني حتى في الشروق الصباح ثاني السياقة صعيبة من 4 تاع الصباح حتى 8 تاع الصباح. هذه يعني ثاني وقت صعيب. ربي إن شاء الله يقدرنا رب العالمين، وربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظنا خوتي في الطريق. لازم نسعفوا بعضنا ولازم نقدروا بعضنا ولازم نحسوا بعضنا. الطريق كل ما تكونش فيها مسعفة ما تفرش. لازم في التأني سلامة في العجلة ندامة خوتي. والسياقة راهي فن وأخلاق وتربية. يعني الإنسان لازم كيعود يسوق في مركبة يتفنن فيها، يتمتع بالسياقة نتاعها، ما يكونش متهور، ما يكونش إنسان لئيم يحب غير صلاحه، ما يقيش الناس. يعني خوتي تحذروا بعضكم. والإنسان كي يقيس الناس ما يخليش تجيب دعوة الشر ليه والوالديه، يعود الإنسان يعني يدعو لك بالشر، يدعو لك بالشر. وخوتي نوصيكم ما تمشيش بالفار، تشوف إنسان ناطحك والله يعني مطلقش فيه الفار، قادر يدير ربي، قادر يجي ليك، قادر ما تقدرش تعرف، قادر ما يشوفش كاع. ربي ان شاء الله يستركم خياني. سعفوا بعضاكم على قد ما تقدروا. ونوصي خاوتي المبتدئين ما يزربوش في الطريق. يعني التهور مش مليح، وما يديرش انسان حساب الفياجة ولا راه عليا الحال، خليها على ربي. وخاصة كيما دروك انايا كاين غيم، راه يعني الجو يعني ربي ان شاء الله يجيب لنا الغيث ان شاء الله للبلاد ان شاء الله يا ربي. ما تعين لا غبار لا راح تجي المطر، والله ماني عارف. ربي ان شاء الله يحفظنا ويسترنا خوتي. والضو لازم ما نطلعوش ياسر، الكود نديرو له عنده مقدار نتاعو، ما نطلعوش بزاف باش ما نقيسوش خوتنا في الطريق وما نطلقوش الفار في بعضنا. والاخر خوتي ويعني كي يكون كان غيم قد ما يكون كاين الغيم يعمق ياسر، غيم الحال ياسر، نقصف السرعة وخليه مسافة الأمان بيننا وبين بعضنا. علاش؟ باش ما نقيسوش بعضنا وباش ما نظلموش بعضنا. راه كاين غيم كبير، ربي إن شاء الله يجيب الغيث إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله من وراه مطر إن شاء الله تروى البلاد. راه عندنا جفاف كبير. أنا هنا راني بشرجي وفي الطريق رايح الجلفة إن شاء الله لكتب ربي العالمين. ربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ جميع مستعملين الطريق إن شاء الله يا ربي. هذه هنا اللي راه قدامكم محطة، الله يبارك ما شاء الله، فيها ريستوران، فيها قهوة، فيها يعني فيها اللوازم كامل. يعني ما شاء الله، واحدة على الضروات وواحدة على الغوش. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. هذه قريب للدخلة تاع بوسعادة، تبقى لك واحد 20 كيلو والله. واحد المحطة ما شاء الله، الله يبارك. هنا يا الدودان، شوفوا خاوتي دودان كبير، قد ما تنقص يعني راح
هنا تقول لك بن سرور سيدي عامر ادرويت كما هنايا اللي راه في الرونبوا عنده اولويه خاوتي دائما، يعني اللي عود ما يعرفش بروريتي اغوش هاي المحطه عليكم الدوزيام فيها حتى فندق الله يبارك ما شاء الله من شعب راه يخدم ولا لا خاوتي. انا السفر تاع الليل والله ما نحبه، يعني دائما يعني نحب نوض الصباح مثلا على الربعة ولا نوض نصلي الفجر او نمشي مثلا نمشي للتسعة العشرة ولا للتسعة الثمانية انقاري، علاش يقول لك نهار بعينيه يعني كي تاعهم بان ولا حاجة ولا المهم رايح تلقى من يساعدك رايح تلقى بصح في الليل خاوتي يطيح الانسان في الليل قادر يبات يطايش في الخلا وحده قادر يطيحوا عليه يسرقوه قادر حاجه، لازم الانسان يساعد روحه الا ما هوش محتوم يعني باش يمشي الليل يعني يجتنبو خير. والليل صعيب يعني فيه التعب فيه الارق فيه ربي العالمين قال لك وجعلنا النهار معاشا والليل سباتا، يعني الليل انا اكون منعوش مخدوم يعني محتوم رايح نخدم البابور يعني لازم تخدمه بالذراع ولا مسافه ما زاد لي مسافه معينه نمشيها ونقاري ما نمشيش الليل مانيش محتوم ليه، يعني ربي يعينكم خاوتي على بالي كل واحد ربي يحسن العون تاعو بالصح يعني الليل صعيب ياسر. كان اللي يقول لك اخويا انك طلع مسافه الليل النافيق الوقت سيركيلاسيو ما كانش يعني حوايج بزاف بالصح الانسان شوف خرجوا شوف لا حول ولا قوه الا بالله. علاش ديما يعني نقول لكم يعني التهور خاوتي راه ما راهوش مليح على جالش هنايا راه كاينه بوكله ما عندها ضوء ما عنده فودي تريس ما عنده حتى حاجه في الليل يعني قادر يدير كارثه تخرج الدوبلي فوتيف تقعد تتبع فيه بزاف قادرين يدخلوا فيك. هنايا لازمني نجي الفودي تريس ما عندكش حل يعني والله العظيم يا ربي بصرنا بعيوبنا ان شاء الله يا ربي الانسان ما يكونش كيما هكذا الله يرضو يعني ما عندوش خلاص. هذو هما الحوايج يعني اللي يديروا حوادث المرور ربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله وربي ان شاء الله يسترنا خوتي. الانسان ما يكون جاهل الدرجه هذه باش نمشي انايا بلا ضو في الليل يعني بوكله ولا بتراكتور ولا بشاحنه ولا والله العظيم يعني راه كارثه قادر يدخل فيك واحد وانت المتسبب الرئيسي يكون يموت الروح نتاعو في رقبتك. الانسان ما يكونش يعني الدرجه كما هذه ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا ان شاء الله وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله يا ربي. هذه البلاصه هذه ما شاء الله بالصح راهي في الليل ومع الغيم ما تبانلكمش مليح فيها النخيل فيها يعني تقول راك في الصحراء. شوفوا خاوتي اليوم راه كاين غيم وسياقة يعني في كي يكون كاين ضباب ولا غيم ولا تجي صعيبة. هذه البلاصة يقولوها بلدية خرمام قريبة لبوسعادة كاين غيم كبير هنايا وغبار منطقة جبلية الله يبارك ما شاء الله منيت نزورها في النهار بصح ما كتبش ربي العالمين. خوتي هذه البلاصه هذه حقروها الناس فيها منعرجات خطيره وطابي على بالك والناس تمشي فيها بزاف هنايا ديما يديروا فيها الرادار هنا حتى في الليل يعني علاش الناس ما تساعفش بعضها يدوبليو في لالين كونتيني يدوبليو في
يعني تشوف واحد الظاهرة ناس متهورة كامل، ما عندناش يعني حضارة نتاع يعني سياقة، يعني ما عندناش والله العظيم يعني تشوف واحد الحوايج. شوف شوف سبحان الله، شوف فاصها فاص في طوموبيل، يعني والله واحد الكارثة. الناس ما على باليش علاه يسوقوا هكذا. اي عود سيمي فيها 400 متر يرحم والديك يمشي 500 ما تصلحش خاوتي. والله التهور هذا والله ما نحبه انايا. انا ديما نحب نمد صوره مليحه على السائق، بصح كاينين اخرين يعني ما يحترموش رواحهم. علاش علاش انا والله ساعات نشوف رادار ولا كاينين اخرين يسلياني للناس ما يسليانيلوش. علاش؟ باش كي يقيسوه يعرف خيمة نتاع الطريق. نص الناس تخاف من الرادار وما تخافش من ربي سبحانه. أتا يعود سيمي يرحم والديك، ذوق النهار تركب معايا دركي كان داير رادار، وبعد لقيتو يدير في سطوف في شلف هزيتو معايا قبضوا كاميو يمشي 160 ولا 170 سبحان الله العظيم. هذا ولا صاروخ ما ولاش كاميو. اي وليو يعاقبوه، يعاقبوه العدلة. الناس ينحولهم برمياتهم ويعاقبوه العدلة ديريكت. علاش؟ البلاكة تقول 100 هو يلقاوه يمشي 160 ولا 170 بزاف. ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا، وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله. وخاصه كاينين اخرين كي يشوفوا يستغلوا رجال الدرك ورجال الامن ما كانش والشرطه ما كانش، واللي يتهور واللي ما على باليش كيفاش. وخاصه الوقت هذا نتاع الليل هذا، ناس يرحم والديك ما على باليش كيفاش تسوق. انسان لازم يتمتع في السياقه نتاعو، لازم يعرف واش راه يدير، ويعرف باللي راه عنده مسؤوليه كبيره في الـ في الـ في, في الحاجه اللي راه قابضها. قادر يقيس واحد، قادر حاجه، الانسان ما يكونش متهور. خاوتي والله الانسان يعني يتوخر نص ساعه ساعه ويروح في لبن في لمن هو لاباس، والكاميو نتاعو لاباس، وروح لدار ولا لوليداته لاباس. هذاك هو الصح، هذاك هي الفايده تاعك. ماش انك تدوب لواحد ولا تقيس واحد قلبه ولا يخرج في واحد يعشي يدعي ليك ولا خوتي راه مسؤوليه كبيره عند رب العالمين، وراه ما يسمح لكش حتى واحد يعني واحد راه تقيسه ولا واحد تخرج وتقلبه ولا. وخاصه في وقت الليل كيما هذا كاين اللي بوجادي، كاين اللي غير تهفه ولا تخلعه ولا تطلق فيه الفار يقبض الخلايا يروح يدير اكسيدون ولا يتقلب. خاوتي لازم نسعفوا بعضنا، ورب العالمين راه يعني راه ما يسمح لكش بينك وبينه، يسمح لك بصح بيننا وبين العباد ما يسمح لناش ربي سبحانه. هنايا راه مازالت البوسعادة 16 كيلو. الليلة إن شاء الله نبات في مدينة بوسعادة. راح الحال أنا خراني قلت لكم الليل ما نحبش نمشيه. بزاف با مولاي نوض على 4 تاع الصباح يعني، ويقعد حتى ال 11 ولا 12 تاع الليل هو يمشي. راهي تعب كبير، وخاصة السياقة خاوتي راهي تنقص نص من العمر. ربي إن شاء الله يحفظكم خاوتي ويحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله يا ربي. وهنا يا راني دخلت المدينة بوسعادة، بوسعادة بسكرة الجلفة. شوف الله يبارك، هذه محطة فيها قهوة وريستورو. جناح عائلي أبو أكرم. هنا يرانا في الديس، وهي مدينة الديس، بلدية الديس. ومن بعد ندخلوا للمدينة تاع بوسعادة.
هنا يا رانا دخلنا لمدينة أبو سعادة، هذه من هنا يا لقطب جامعي، وهنا يا سكان اللي دوك انا هنا يا تشد لاغوش تروح البسكرة وسط المدينة، تكمل ديريكت كما تروح الجلفة والأغواط. أنا ندير رونبون نكمل ديريكت، واللي يقبض لاغوش يروح لوسط المدينة بسكرة. هنا يرى عندي نفس مجال، أنا اللي نحبس اللي راه اللي جاي عنده أولوية لخطكش في الرونبوا. هنا يطرق كامل دودان يعني والله العظيم، هذه هنا يطرق اللور عين ملح 45 كيلو جلفة. هنا يرى ناطحتني عقبة ذرك، كاين رومبو واحدة أخرى ثاني تطلع الطرق القديمة، طرق اللور القديمة فيها واحدة العقبة بكري كنا نطلعوها يعني كارثة. الجلفة 110 كيلو عين الملح 45 كيلو. خوتي هذه البلاصة هذه ثاني نقطة سوداء يعني تلقى فيها كمين يتمشيو بالعقل والناس تجي سارعة يعني دائما يعني هنا تصرى فيها كارثة، من الواد من تشوف الجبل يعني لازم تحذر روحك على قد ما تقدر. هاي هنا فرزت راح نقدر نخرج، تلقى كاميو عاطل يعني يديرون جيك. هنا رانا دايرين فون برومو كبيرة ورانا خلي هنا ينسلك الناس يروحوا امني. هاي كارثة يا اخوتي، تخرج دوبلي في فيراج مسكر ما على بالوش المسير الاتجاه نتاعو وراه رايح. لا غالبا اللي غالط كطربة برمي جديد. الهام 10 كيلو عين الملح 42 كيلو الجلفة 107. هنا هي تقول لك ابو سعادة، خرجة تاع ابو سعادة، نهاية ابو سعادة. طريق كامل هذه من هنا وروح كامل منعرجات يعني منعرجات كبيرة. ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظنا إن شاء الله يا ربي. حتى الكومبرومو فيها في الليل يعني ولا نهار يعني فيها سيركلاس كبيرة. أنا هنا يا المحطة هذه اللي راهي قدامكم نبات فيها إن شاء الله يا ربي. أنا دائما يعني 9-10 ما نقدرش نزيد، وخاصة كي تنوض بكري تنوض من 4 تاع الصباح حتى 9 تاع الليل ولا 10 يعني ضربتها بتقيلة واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة، بس الإنسان يتعب في الطريق لازمته شوية راحة.
خاصة طريق يعني تكون فيها سيكوس يعني وفيها دودان ويعني تعييك.